تمام، زي ما انت قلت كده واكدت ان موضوع النحافه يكاد يكون موضوع، يعني هتلاقي اغلب القنوات كلها بلا استثناء ما تيجي تتكلم عن السمنه، لان كل الناس بتفكر بتحب الحاجه دي يعني. يعني بتفكر على ان السمنه، ان احنا يعني نفتكر على كل اغلب الحلقات ممكن 99% من الحلقات عن السمنه، لكن بالفعل في العيادات بنشوف حالات كبيره جدا عن النحافه. عشان كده كان من الضروري ان احنا نبدا نوعي الناس. للاسف هنا في ناس بلا استثناء تقعد فترات كتيرة كبيرة جدا تاخد أدوية معينة علشان تجهز للجواز، يعني هنا الموضوع ده يكاد يكون منتشر. صحيح. عشان كده يا جماعة عايزين بقى نتكلم في الجانب الطبي، بعيد بقى عن كلام الناس والدجل والشعوذة، وإن أنا لازم أخد الحباية الفلانية، وللأسف حاجات غير مرخصة. أيوة، في البداية لما نيجي نتكلم عن تعريف النحافة نقدر نقول إن هو نقص وزن الجسم عن المعدل الطبيعي. لو تتذكر كده في الحلقه اللي فاتت كنا لما جينا نتكلم عن ان احنا ازاي نعرف الوزن الطبيعي بتاعي، ان احنا نطرح من الكتله، نطرح من الوزن من الطول بتاعنا 100، يعني لو انا طولي 170 يبقى الوزن الصحي بتاعي 70، يبقى اقل من كده نحاف. معنى كده عرفنا ايه هي النحافه. يعني طبعا من الضروري جدا لو انت بتتكلم عن النحافه لازم نعرف ايه هي الفحوصات الطبيه، ان انا دلوقتي خلاص انا عندي نحافه، طب ايه السبب؟ هل انا هاخد حبايه الفلانيه دي تمشي عليها لفتره كبيره جدا من الوقت هي اللي هتكون العلاج للمرض؟